أن تفتوني، هل يجوز للفتى الشاب أن يحج إلى بيت الله الحرام قبل الزواج، أم لا بد من زواجه ثم بعد ذلك الحج، وما هي الشروط الواجبة عليه؟ أفيدونا وفقكم. يجوز للشاب أن يحج قبل أن يتزوج ولا حرج عليه في ذلك، لكن إذا كان محتاجا إلى الزواج ويخاف العنت والمشقة بتركه فإنه يقدمه على الحج، لأن الله تبارك وتعالى اشترط في وجود الحج أن يكون الإنسان مستطيعا، وكفاية الإنسان نفسه بالزواج من الأمور الضرورية. فإذا كان الرجل أو الشاب لا يهمه إذا حج وأخر الزواج فإنه يحج ويتزوج بعد، وأما إذا كان يشق عليه تأخير الزواج فإنه يقدم الزواج على الحج. نعم.